صباح الخير يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ تمام. صومك مبارك. تسلمي يا رب. لا عم انت بخير. انا اول مره بعد رمضان نطلع سوا. حبيبتي رمضان مبارك عليك يا رب. امين يا رب عليك يا هايدي وعلى عائلتك وعلى كل حدا مرافقنا لليوم. رمضان كريم من كرم ربنا اكيد. يسعد صباحكم مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد وبدايه اسبوع جديده، ان شاء الله يا رب يكون هذا اليوم خير عليكم ويكون خفيف عليكم بصومكم. ودائما سفره الافطار بتجمع الاحبه يا هايدي، يمكن ترجعنا بذكريات كثير حلوه للاهل للجيران لذكريات رمضان القديم. ان شاء الله هيك هذا النهار يحمل لكل حدا الخير الصحه والسلامه وجبران الخاطر. مشوارنا الصباحي اكيد بلش معكم وكالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه واخبار اهالينا بالمحافظات السوريه ضمن تقاريرنا. اكيد صباح الخير من جديد يا رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. عم نطلع عليكم بسادس ايام شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة والبركة والروحانيات. إن شاء الله يا رب يومكم يكون حلو، ويا رب الأيام الجاي بتحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. وأكيد مشاهدينا نحن عنا محطات عديدة ضمن صباحنا لليوم كلها بخصوص شهر رمضان المبارك أكيد، وباقي من التقارير بمحافظتنا السورية. ولكن مثل العادة خلونا نطلع سوا لفاصل صغير ونبلش. قبل ما نروح لنشوف ذاكرة الأيام وأهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم، بدنا نتشكر زهرة قفطان مجموعة رحال التجارية اللي رقاموا بتقديم العبايات خلال شهر رمضان المبارك لمذيعات صباحنا غير. ودائما العباية هي طقس مرتبط بالشهر الكريم، فكان كيف إذا كان بصناعة سورية ومهارات سورية. خلونا نروح لذاكرة الأيام ونرجع. اليوم 16 آذار، كثير من الأحداث التي سجلت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 1521 فرناندو ماجلان يكتشف الفلبين. عام 1939 ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1789 جورج سيمون أوم عالم فيزيائي ألماني، وعام 1859 ألكسندر بوبوف فيزيائي روسي. ومن الوجوه اللي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1940 سلمى لاجرلوف كاتبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الآداب عام 1909. وعام 1945 معروف الرصافي شاعر عراقي. وأكيد مشاهدينا من رزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم. ودائما ضمن صباحنا تعودنا يكون في مجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة ممكن نعرفها أو عم نتعرف عليها للمرة الأولى. خلونا نتابع سوا المادة التالية ونرجع لنكفي باقي فقرات صباحنا. هل تعلم أن شرب 8 أكواب من المشروب الغازي والتي يطلق عليها السم الحلو وقت الإفطار عندما تكون المعدة خاوية يتسبب بمشكلات صحية خطيرة ربما تودي بحياة الأفراد؟ وذلك وفقاً لدراسات طبية أشارت إلى أن خطر المشروبات الغازية على الجهاز الهضمي عند تناولها على معدة خاوية، حيث يمكن أن تودي إلى الإصابة بسكتات دماغية مفاجئة ومشكلات في القلب، كما أنها لا تساهم على الإطلاق في تقليل الإحساس بالعطش، بل تزيد حاجة الجسم إلى السوائل وتسبب الشعور بالعطش خلال النهار، لذلك يجب الامتناع عن تناولها وقت السحور أيضاً. هل تعلم أن الصيام يمنح الجهاز الهضمي وخاصة المعدة فترة من الراحة لمدة لا تقل عن 12 ساعة يومياً لمدة 30 يوم، وهذا يعطيها فرصة لاستعادة نشاطه؟ هل تعلم أن الصيام يعالج آلام المفاصل؟ فالجراثيم المتسببة في حدوث آلام المفاصل يتم تخليص الجسم منها ومن المواد السامة أثناء فترة الصيام المتتابع والتي لا تقل مدتها عن 3 أسابيع،
ويعتبر هذا العلاج من أفضل العلاجات على الإطلاق. وأخيراً، هل تعلم أن هناك أطعمة يجب تجنبها في سحور رمضان من أجل الحصول على صيام صحي؟ وهي الأطعمة المصنعة والخبز الأبيض، إضافة إلى المعجنات والحلويات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة المقلية والمالحة. خلونا نروح ضمن أول تقاريرنا لنتعرف على كيف اليوم عم يتم صناعة فانوس رمضان، أيضا هو رمز من رموز الشهر الكريم. يعني وقت نشوف الفانوس نستذكر فورا الشهر الكريم، مثل المسحراتي، مثل وجبة الأفطار، السكبات بين الجيران. ولكن اليوم هيك ضمن تقريرنا حنروح برحلة صناعة الفانوس اللي عم يبلش باختيار المواد الخام مثل الخشب، حديد، نحاس، زجاج، وبعدين بيتم تصنيع أجزاء الفانوس، ومن بعدها بيتم تجميعها وتثبيتها، بعدين تبلش مرحلة التزيين والزخارف الجميلة، وبيروحوا لاستخدام النقوش والألوان حسب شكل الفانوس. خلونا نشوف ضمن التقرير كيف عم يتم الصناعة. أنواعنا كثيرة، يعني إذا بدنا نشتغل مثلا خط عربي بتطلب إنه نحط ورقين، نصورها، نرسمها، بعد ما نطالع هندسة نلزق إحنا عن حاسين ونشتغلها، إذا كان خط عربي أو خط نباتي. بس ما تبقى التفريغ العادي كله بنطالع إحنا لحالنا. صناعة الفوانيس حرفة يدوية تتطلب مهارة ودقة عالية، حيث يقوم الحرفيون بتشكيل المواد الخام وصنع الفوانيس بأشكال مختلفة مستوحاة من التراث القديم. أهم شيء التركيز عندك الخط السيوي، يكون خط مستقيم، يعني بدك تكون مثلا الدقة مثلا وردة بدك دقة مستقيمة دائرية، يعني إذا دقيتها بالعواج ما بتطلع رسمة حلوة. يعني قلم، هلا في عندك قلم تفريغ، في عندك مثلث، في عندك مربع، في عندك دينارية، في عندك يعني كذا قلم كتير، سيمبلي، يعني تعدد قلم كتير. يعني هلا حسب طلب الزبون، في خط نباتي بيجوا غير قلم. من بين أزقة المدينة القديمة وحجارها العتيقة طقوس خاصة بالشهر الفضيل، ومنها صناعة الفوانيس. حلب القديمة كلها كانت بالفوانيس، ومن دخلت أي مصنع بسوق المدينة كله كان فوانيس، وهذا ما في كهارب، ولحد الآن بيجوا بياخذوا رمضانيات فوانيس بوصلوا لهم من فانوس صغير، هاي فانوس صغير كوني ياخذوا الرمضانية. الفانوس هو كان هو شعلة يتجول فيه الإنسان، هو متجول بحارة لحارة، هو رايح لعن زيارته لأشخاص قريبينه وكذا. اليوم هذا التراث عم نرجع منحيه من أول لجديد، بتذكرنا بأيام زمان، أيام جدي، أيام لما نروح لعندهم هيك يشغلونا الفانوس من جديد. تعود فوانيس رمضان لتزين الليالي الحلبية، حتى ليبدو النور المنبعث من جدرانها الزجاجية الملونة أسطورة وحلما ساحرا دافئ. تشرق أنوار الفوانيس من سوق النحاسين بحلب، والتي تضفي حالة من البهجة والروحانيات الخاصة بالشهر الفضيل. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. مشاهدينا، مع ساعات الصيام الطويلة اللي يتقبل من الجميع، كلنا بنعرف انه ممكن يتغير نمط حياتنا وتحديدا الصحي، فلابد من اتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل غني بالفيتامينات والمعادن والسوائل المهمة لصحة اجسامنا. واكيد هذا الشيء رشا لازم يكون حتى بعد شهر رمضان، مو بس ايام الشهر الكريم، كرمال يمكن نعود حالنا اكثر على نظام صحي كثير لاجسامنا. ما هون المشكلة هذه، انه نحن نروح للصيام مفاجأة، يعني خلينا نطبق لكل الأشخاص اللي صاموا يمكن كانوا عايشين بنظام غذائي حر. صحيح. خلينا نقول بأول يوم رمضان اختلف على أجسامهم، في ناس بينزل ضغطها، ناس بتدوخ، ناس بتصيبها تخمة بعد الفطور بسبب ساعات الصوم الطويلة. هذا الشيء أكيد بيأثر على الجهاز الهضمي، بيأثر على كل أعضاء الجسم. اليوم نحن كيف قادرين نبلش صيامنا بالعادات السليمة الصحيحة ونبتعد عن كل شيء خاطئ، وحتى مثل ما قلت هيدي تبقى معنا لبعض. صحيح. رمضان هي العادات. معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي أخصائية التغذية ديما سلو. مساء صباحك يا ديما، ورمضان كريم. مساء صباحك، رمضان كريم. صباح الخير. رمضان مبارك على الجميع. رمضان كريم، وكل عام وانت بألف خير. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، نتمنى الكل اكيد يستفاد ويطبقوا النصائح اللي رح تعطيها لليوم. خلينا نوضح للمشاهدين بداية شو هي العناصر الغذائية اللي عم تكون خاطئة بشهر رمضان المبارك، ونحن يمكن ما عم نقدر نشوف هي العناصر. يعني هي الفكرة أنه هي عادات غذائية بتأدي أنه نحن منخربط بأخذ العناصر الغذائية خلال خلال بعد فترة الأفطار والسحور. هلا كثير أنا شفت عادات عند الناس، يعني نحن وحوالينا وهيك،
أول شيء مثلا بفترة الفطور بيتجه الشخص دغري لشرب سوائل محلات بسكر، سكر صناعي، وبيشربوا بكميات كبيرة. بهذه هي العادة بتسبب ارتفاع بالأنسولين وبتسبب مشاكل أخرى على المدى البعيد. ثاني شغلة مثلا في تناول المخللات والشغلات الأكلات الغنية بالتوابل على فترة الإفطار، وتناول كميات كبيرة من الطعام وأنواع كتير مختلفة. يعني مثلا بتلاقي الوجبات غنية بالبروتين والخضار والدهون والسكريات بكميات كبيرة وأكثر من حاجة الشخص على وجبة الفطور. مثلا كمان المشروبات الغازية كتير مضرة إذا نحن أخذناها مع وجبة الإفطار. طيب اليوم ديما أول نهار برمضان، يعني بشكل عام خلينا نقول اي حدا بتلاقيه صايم بيقول لك انا راسي بلش يوجعني، وهذا الشيء طبيعي لانه الجسم مثل ما قلنا ما هو متعود يفوت بهذا النظام الغذائي، وفجاه يعني نحن ما كان في تهيئه له. اليوم كيف قادرين نتخلص من هذا الصداع مع ساعات الصيام الطويله؟ هلا الفكره هي انه تغيير نمط الحياه خلال هذا الشهر، انه الانسان بيكون متعود في الصبح يشرب قهوه، يشرب اي نوع كافيين مثلا، اي نوع منبهات متي قهوه شاي اللي هو بيكون متعود على هاي القصة. في الجسم هو عبارة عن آلة مثل ما عودتيها بتتعود، فنتيجة هذا التغيير اللي بيصير انه انا بدي فيق الصبح ما اقدر اشرب فنجان القهوة تبعي، ممكن فترة الصيام الطويلة اللي هي حوالي 14 ساعة كمان بتأثر على مستويات الأنسولين بالجسم. هذا السبب كله، هاي الأشياء بتسبب انه ممكن يصير عند الأشخاص صداع. هلا كيف نحن ممكن نتلافى هي القصه؟ مثلا حسب هو شو السبب اللي عم يسبب الصداع عند الشخص. يعني في حال نقص الكافيين بالجسم ممكن على وجبه السحور اخر شيء قبل ما ينام الشخص ياخذ فنجان قهوه او فنجانين قهوه حسب هو مو متعود جسمه، فهذا الشيء بمده بكافيين خلال النهار بخفف الصداع خلال النهار. كمان الاشخاص اللي بيصير معه هبوط بالسكر بيكون عنده السكر مو كثير يعني مستوياته طبيعيه، فاخر فترات الصيام ممكن يصير في وجع راس شوي بسبب هبوط السكر، مع انه هو مو من الاعراض الاساسيه لهبوط السكر. ممكن كمان ناخذ شغلات فيها تمر او زبيب او شغلات فيها حلاوه على وجبه السحور. قد ايه مهم اليوم نحن ننظم الوجبات خلال شهر رمضان المبارك؟ كيف ممكن ننظم هي الوجبات كرمال ما يصير معنا اي مشاكل اليوم هضميه او صحيه تاثر اليوم علينا وعلى صحتنا خلال الشهر؟ هلا مهم كثير تنظيم الوجبات، لانه هلا فتره المشكله هي فتره النهار، فتره الحركه والنشاط والهي عم يكون ما فيها طعم ما فيها غذاء. الفتره من الافطار للسحور هي فتره كثير صغيره، لانه بده يفطر بده يتسحر وبده ينام، فضروري كثير تنظيم الوجبات بهي الفتره. اول شيء فتره الافطار اللي حتكون مثلا بوقت الافطار ممكن نقسمها لقسمين او ممكن دفعه واحده حسب الشخص، حسب هو الشخص ونظامه الغذائي. ممكن ناخذ وجبه على الفطور، وجبه خفيفه على الفطور، وجبه بعد بساعتين بينام الشخص بفيق على 3 4 5 بياخذ وجبه السحور. هذا التنظيم كثير مهم. هلا غلط كبير انه نحن نضل ناكل من الفطور للسحور، كثير غلط، وكل ما رحنا واجينا عم ناكل بيعمل تلبك معوي وبيعمل خربطه بعمليات الهضم والامتصاص وبيأثر امتصاص العناصر الغذائيه على بعضها. طيب اكيد اليوم شرب المي جدا مهم خلال الشهر الكريم، هو بشكل عام هي عاده صحيه جدا سليمه واغلبنا ما بيتقيد فيها يعني بالسيستم النظام العادي يعني، فكيف اليوم بشهر رمضان ساعات طويله من الصيام، في بعض الاشخاص بيشربوا مي كثير يعني بيقضوا فتره سحور لاخر لحظه هن عم يشربوا مي، فهذا الشيء اكيد مو صح كمان، يعني بتحملي انه اليوم الكبد كميه اكبر من حاجته يعني. هلا غلط انه نحن نشرب على السحور كميه كبيره من المي، لانه بصير في عندنا اختلال بالشوارد بالجسم، بصير الجسم هلا قد ما اعطيتي مي بصير بيعجل بعمليه الاطراح بالكليتين، بصير بيأسرع بعمليه الاطراح، هذا بيسبب طرح شوارد ومعادن من الجسم، فهي عاده مانا صحيحه ابدا. هلا الشخص لازم يتناول كميه المي المناسبه لإله، يعني اذا مثلا بالنهار عم ياخذ 1500 ل 2000 كالوري بياخذ لتر ونص ل 2 لتر مي موزعه من الافطار لفتره السحور. حتى على وقت الافطار المفروض ما ناخذ كميات كبيره من المي، كاسه مي بتكفي بنفطر، بعدها بنص ساعه للساعه كمان بناخذ كاسه مي. المفروض ما ناخذ دفعات كبيره، نوزعها خلال هذا الوقت من الافطار للسحور. طيب خلينا نركز اكثر على وجبه الافطار، اليوم يمكن الظروف الماديه صعبه على الكل، وبالتالي مو قدره كل الناس اليوم يعملوا سفره غنيه بالاغذيه بالفيتامينات بالبروتينات ياخذوا حاجاتهم الاساسيه للجسم، اليوم ضمن الامكانيات المتاحه، شو الاغذيه اللي لازم تكون موجوده اليوم بسفرتنا بوجبه الافطار؟
عطيني السؤال. هلا هي في عنا نحن نظام بدائل غذائيه، فاي عنصر موجود بغذاء غالي الثمن هو كمان نفس العنصر موجود بغذاء رخيص الثمن. هي شغله كثير حلوه وهي من هبات الطبيعه لنا يعني للانسان. هلا فتره وجبه الافطار المفروض نحن نبلش بوجبه الافطار اول شيء، بس بدنا بناخذ حبه تمر، حبتين، ثلاث حبات لخبزه، مو اكثر من هيك، ويفضل من واحد لثلاثه. بعدين شربنا مي، بعدين بنبلش بنوع من انواع الشوربات، ممكن شوربه عدس، شوربه خضار، شوربه شعيريه. هي الشوربات يفضل يكون فيها مرق دجاج لانه هي مغذيه. ايوه. بعد الشوربه طبعا الكميات، انا ما عم بحكي على الكميات هلا يعني. بعد الشوربه بناخذ نوع من انواع السلطه، اي نوع، تمام. بعدها فينا ناخذ الوجبه الرئيسيه اللي هي ممكن تكون موجوده بالمنزل، نوع من انواع البروتينات ونوع من انواع النشويات. تمام. طيب اليوم في اشخاص عندهم امراض معينه، في عندنا مرض السكري، بتحسي اللي بياخذ انسولين هو دائما بحاله جوع، بيقول لك انا باخذ بس بضل جوعان يعني، وهو حابب يصوم اليوم. خلينا نروح نحن نعطيهم شويه هيك نصائح يقدروا يصوموا وبالنهايه ما ياثر على وضعهم الصحي بغض النظر عن الحاله الصحيه اللي عم بيعانوا منها. هلا الامراض المزمنه اهم نصيحه لهم هي استشاره الطبيب في حال رغبه المريض انه هو بده يصوم، استشارة الطبيب لموضوع توزيع الأدوية خلال النهار. مرضى السكري النمط الأول اللي عم ياخذوا إنسولين، هدول الأشخاص تحديداً بعتقد يعني أنه هن ما بيقدروا يصوموا، لأنه مريض الإنسولين بده ياخذ الوجبة، يعني أخذ وجبة سحور حياخذ إبرة الإنسولين، حينزل السكر لمعدل الطبيعي. خلال فترة الصيام الطويلة ممكن تنزل السكر كمان لمعدلات أقل من الطبيعي، فما بننصح المرضى السكري النوع الاول انه هم يصوموا. ممكن النوع الثاني اللي عم يتناول حبوب بيقلب الادويه اللي عم ياخذها، اللي كان ياخذها على الغداء بياخذها بعد الافطار، اللي عم ياخذها على الفطور بياخذها بعد السحور، ممكن انه هو يصوم. بس هلا الصيام في عده امراض مثلا معينه هو الصيام يعتبر كثير مناسب لها، مثل الاشخاص اللي عندهم دهون حشويه او الاشخاص اللي عندهم دهون على الكبد، او الناس بشكل عام اللي عندها دهون مرتفعه، الصيام كثير بخفف من كميه هي الدهون المتراكمه بالجسم. طيب خلينا نروح لوجبة السحور. اليوم بتلاقي كثير من الأشخاص بتلجأ ليمكن تغير هي العادة وجبة السحور، بتقلك إنه أنا بالليل ما بقدر آكل ونام، ممكن تماما بدي نزل وزني، أو ممكن آكل ونام ويصير عندي مشاكل صحية. بس رغم هيك بنسمع إنه كثير إلها فوائد، كيف اليوم نتبع نحن وجبة السحور خفيفة؟ هلا وجبة السحور لها فوائد كثير خلال وقت الصيام، لانها هي بتمد الصائم بعناصر الغذائيه الضروريه للجسم. في اغذيه بتنصحي فيها اليوم بوجبه السحور؟ ايه طبعا. هلا وجبه السحور المفروض ياخذ الشخص حصه لحصتين بروتين وثلاثه لاربع نشويات، ونوع من انواع الالياف هي خضار او فواكه خلال وجبه السحور. ما ناخذ شغلات ابدا لا بتعملنا عطش ولا بتعملنا ازعاج بالمعده او الامعاء. عرفتي كيف؟ هيك مثلا ناخذ سوائل نوع معين من العصائر، عصير برتقال او عصير الليمون، اي نوع من انواع العصائر او عصير التمر الهندي بيعطينا كمان بخفف العطش خلال النهار. بحس اليوم ما كثير في تقيد بالعادات الصحيه يعني، ايضا بجوز اليوم ايضا الوضع الاقتصادي اثر على توفر العناصر الغذائيه، بتنصح اليوم ديما اذا الاشخاص يعني يروحوا للمتممات الغذائيه بعد الافطار؟ هلا هي الموضوع المتممات الغذائيه نحن ما فينا ناخذه من حالنا عشوائي. يعني عشوائيا كثير صعب يعني، لا ممكن ما يكون انا عم باخذ كالسيوم يكون ما يكون عندي نقص كالسيوم، زياده الكالسيوم بالجسم خطيره. ما انا شهر يعني شهر رمضان وفي ساعات صوم طويله. تماما. يفضل هلا المبالغ بنحطها على المتممات، يفضل المبالغ نحطها لا بالاغذيه وناخذ غذاء متكامل. في عنا نحن العناصر الغذائيه اللي هي موجوده بالخضار والفواكه، هي في عندي كميه هائله من الفيتامينات والمعادن، والتمر يعتبر منجز للفيتامينات والمعادن. تمام. فانا بدل ما اخذ متممات غذائيه الا في حال نقص مرضي، مثلا نقص فيتامين د، نقص المغنيسيوم، نقص فيتامينات معينه بتكون ناتجه عن امراض او خربطه بالجهاز الهضمي، او سوء امتصاص مثلا بالجهاز الهضمي، او شويه التهابات بالامعاء او كولون، ممكن انها هي تسبب نقص بامتصاص العناصر الغذائيه، فهون ممكن ياخذ الشخص متممات غذائيه مع الافطار. خلال
خلال حديثنا مع حضرتك ذكرتي عن الأمراض المزمنة اليوم وكيف ممكن اليوم يتبعوا نظام غذائي كرمال ما يأثر عليهم وعلى صحتهم. طب خلينا نحكي عن المرأة الحامل كمان يلي حابة عم تصوم بشهر رمضان، قد ايه لازم تتبع أنظمة غذائية معينة كرمال ما يصير أي مشاكل لا على صحتها ولا على صحة الجنين كمان؟ هلا الحامل كمان موضوع حساس ويجب متابعه مع الطبيب واشراف بشكل كل ما كان في عندها مراجعه المفروض تخبر الطبيب انه هي بدها تصوم لحتى تشوف هي التحاليل اللي عملتها. مثلا الحامل بنعرف نحن انه كل فتره في عندها مجموعه من التحاليل اللي بتعملها كل فتره، بدنا نشوف نتائج هي التحاليل بتتناسب مع قدرتها على الصيام او لا، واذا عم تاخذ المتممات الغذائيه او الاشياء الخاصه فيها اللي هي ناقصتها بجسمها. فيما عدا ذلك الحامل ممكن انها هي تصوم، بس لازم تنتبه على موضوع الغذاء، لازم تزيد نسبه البروتين عندها والدهون الصحيه، تمام، تاخذ كربوهيدرات من مصادر طبيعيه يعني نوعا ما، وتكون كربوهيدرات صحيه كمان مناسبه لها، بس بنركز على موضوع البروتينات وعلى موضوع الدهون الصحيه مشان بناء الجنين خلال برحم الام. اكيد اليوم معلومات جدا مهمه، يعني احنا اليوم اذا تقيدنا ولو بجزئيه منها احنا بنطلع من الشهر الكريم يعني عندنا عادات صحيه سليمه مكفي فيها فيما بعد الشهر الكريم. ديما بنتشكر حضورك لليوم ورمضان كريم عليك، شكرا لحضرتك. شكرا لكم، رمضان كريم. اكيد رمضان كريم علينا وعليك يا رب. شكرا لك اختصاصيه التغذيه ديما سلوم على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا لكم. احنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه وخلينا نروح لحاله الطقس. رح ننتقل مباشره لا اتصال هاتفي مع الأستاذ حسن الجردي لنتعرف على أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، صباحك يا هلا. بداية كل عام وأنت بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم، خلينا نعرف من حضرتك أستاذ كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظاتنا السورية؟ هل رح نشهد بالأيام القادمة منخفضات؟ خبرنا بشكل عام كيف عم تكون درجات الحرارة؟ هلا بداية صباح الخير المسيد، صباح النور الإخبارية السورية، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. أنت بخير يا رب. عليكم. بشكل عام الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة، إحنا كنا عم نتأثر بمنخفض جوي بلش من أول امبارح الخميس، كانت أعطى هطولات مطرية متفرقة، كانت الفرصة جيدة امبارح في الساحل السوري وأجزاء من الغربية والوسطى، أكبر كمية هطول كانت بمحافظة اللاذقية منطقة الحفة 58 ملم بصنفة 36 ملم بالقصيلبية 8 ملم بمحافظة اللاذقية مركز المحافظة، كان في عنا هطول بمركز المحافظة 9 ملم بالقرداحة 17 ملم مطار شهيد قاسم الأسد الدولي 16 ملم محافظة طرطوس كان أكبر كمية هطول فيها بمنطقة القدموس 24 ملم بصافيفة صار الشيخ بدر 19 بالسلمية بحماة 2 وادي العيون 21 بمنطقة الغاب شطحة 25 ملم بحمص الناصرة 24 مرمريتا 25 ملم بإدلب 1 أرمناس 6 الهطولات كانت بمناطق متفرقة من البلاد. هلأ اليوم بتبلش الأجواء تميل للاستقرار بشكل تدريجي في الحرارات في عليها ارتفاع بتضل حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل. الأجواء بشكل عام أجواء عم تكون غائمة جزئيا في مختلف المناطق مع بقاء فرصة بإذن الله تعالى لهطل زخات من المطر فوق أجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية والوسطى، وخلال ساعات الليل عم تستمر الأجواء مائلة للبرودة خاصة على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة 45 كم بالساعة، البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هلا بكرة في ارتفاع واضح وملموس لدرجات الحرارة، الحرارات رح تصير أعلى من المعدل من 2 إلى 5 درجات مئوية، وبشكل عام الأجواء بين الصحي والغائمة جزئيا، وخلال ساعات الليل والصباح أكلي في المنطقة الوسطى والشمالية الغربية. هلا هيدا الارتفاع بدرجات الحرارة رح يصبح منخفض جوي رح يتأثر فيه اعتبارا من نهار الاثنين، بيستمر معنا حتى نهاية هيدا الأسبوع. رح يكون فيه هطولات مطرية بتوصف من متوسط إلى شديد الفعالية، ذروته رح تكون نهار الثلاثاء، في حالات انقشاع نهار الأربعاء والخميس الظهر لترجع تتجدد الفعالية، الخميس بالليل ونهار الجمعة بإذن الله تعالى في نشاط بسرعة الرياح، فروقات في الحرارة رح تكون واضحة، انخفاض واضح وملحوظ بدرجات الحرارة. رح يكون الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك مختلف تماما عن الأسبوع الأول. الأسبوع الأول من شهر رمضان كانت أجواء مبتدئة ربيعية مستقرة دافئة معظم المناطق باستثناء حالة عدم الاستقرار اللي شاهدناها نهاية الأسبوع، بينما هذا الأسبوع راح يكون مختلف من منتصف الأسبوع من الاثنين حتى نهايته، راح نكون على موعد
مع منخفض جوي من متوسط إلى شديد الفعالية بيؤدي إلى هطولات مطرية مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات وارتفاض واضح ومقصود بدرجات الحرارة، إضافة إلى نشاط بسرعة الرياح. ذروة هيدا المنخفض حتكون نهار الثلاثاء والخميس بالليل ترجع تتجدد الفعالية، والجمعة نهار درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق اليوم 19 7 القنيطرة 15 6 القلمون المرتفعات الجبلية 13 3 درعا 19 8 السويداء 16 6 المنطقة الوسطى 5 وحماة 19 7 الحسكة منطقة الجزيرة 18 6 الساحل السوري النادية وطرطوس 21 12 بالشمال حلب وإدلب 18 6 ديال السور الرقة بوكمال المنطقة الشرقية 21 6 وأخيرا بالبادية مدينة تدمر 19 8. أستاذ حسان الجردي شكرا لحضرتك لكل المعلومات اللي ذكرتها، وإن شاء الله هيك يكون هذا الجو خفيف ولطيف ضمن الشهر الكريم، ساعد اليوم الصايمين يا هادي يقضوا أنهارهم ويكونوا ما يروحوا للعطش والجوع الشديد. شكرا لحضرتك، وبردا وسلاما دائما بنقول على سوريا الحبيبة. حنروح لفقرة نحكي فيها عن الأخلاق وكيف نحن قادرين اليوم نبنيها بأطفالنا. وقت منقول مجتمع نحن اليوم عم نحكي عن أبناء هنن أساس هذا المجتمع، ولحتى يكونوا أساس صح بالمجتمع فاليوم المسؤول الأول هنن الأهل ليزرعوا بذرة الأخلاق الكريمة، بذرة السلوكيات الصحيحة، فرح يكبروا هدول الأطفال يا هادي ويعطوا المجتمع من هي البذرة السليمة. مو بس المجتمع، بيوم الأيام في واجب رح يرد للأهل، ودائما نحن بنقول يلي زارع صح بأطفاله بتلاقيهم بس كبروا بيشيلوا بأهلهم بيعطيوا بيرجعوا الواجب، وبالنهاية بنقول الله يرحم يلي رباك. أكيد من الأمور اللي كتير مهمة على الأهالي خلال شهر رمضان المبارك أنه يعززوا القيم الروحانية والإنسانية والدينية بحياة أطفالهم، يحكوا لهم عن قيمة شهر رمضان المبارك، ليش نحن عم نصوم وقديش نحن إلنا أجر وثواب كبير عند رب العالمين، وأكيد كل هذا الشيء لحتى ننشئ جيل سوي نفسيا اجتماعيا لحتى يمكن يكونوا بالمستقبل شخصيات أفضل بسلوكياتهم بتصرفاتهم، وأكيد هذا الشيء بحاجة لجهد وصبر كتير كبير من الأهالي. رح نحكي تفاصيل أكثر مشاهدينا كيف ندرب أطفالنا اليوم على الصيام، تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاختصاصية التربوية ولا لحلح. صباح الخير. صباح ورمضان كريم. رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع السادة المشاهدين. اهلا وسهلا. صباح الخير استاذة ولا، رمضان كريم عليك، كل عام وانتم بخير وعليكم بالخير والصحة امين على الجميع يا رب، يكون هذا هيك الشهر شهر الخير وشهر الغفران لكل الناس. وقت نقول قيم اخلاقية هذا مصطلح بيشمل الكثير من خلينا نقول البذرة السليمة للأطفال أطفال، كرمال نحن نطلع وننشأ عليها. خلينا نعرف بداية شو يعني قيمة أخلاقية. هلأ القيم الأخلاقية بتعريف بسيط هي الصفات الإيجابية، هي الصفات الحميدة يلي يفترض نحن نكون تربينا عليها، وكمان نربي أبنائنا على هي القيم الأخلاقية مثل الحب، المحبة، التسامح، التعامل مع الآخرين بكل أخلاق، إبعاد الأذى عن الآخرين، الامتنان والشكر إن كان للناس وكمان لرب العالمين. فنحن بس نربي أبنائنا على هي القيم الأخلاقية، على هي الصفات الإيجابية يلي هي من الفطري من الطبيعي أنه نحن نتحلى بالقيم العالية وبالأخلاق الإيجابية. أما الغير الطبيعي أنه نتحلى أو نتعامل أو نربي أبنائنا بعادات سلبية بصفات سيئة. طيب أستاذة ولاء، خلينا نوضح للمشاهدين أكثر شو هي الاستراتيجيات أو الطرق أو النقاط الأساسية اللي لازم يمشوا عليها اليوم الأهالي لحتى يمكن يعززوا هي القيم بشكل صحيح عند أطفالهم وأكيد بعمر صغير. هلا للأمانة موضوع التربية هو الواجب الأول والأساسي على عاتق الأهل إن كان الأم أو الأب، ما فينا ننفي دور الأم أو ننفي دور الأب، لا يفترض الأم والأب يتعاونوا مع بعض ليربوا هذول الأبناء تربية صحيحة وسليمة. في عنا عدة استراتيجيات، النقطة الأولى والأهم يلي هي الحوار، الحوار والتوضيح. أنا لما بوضح لابني السبب، لما بوضح لابني الفكرة الكافية، لما بوضح له آثار هذا العمل إن كان سلبي أو إيجابي، فبالتالي ابني رح يوصل لفكرة كافية وشاملة عن هذا الأمر. يعني على سبيل المثال نحن اليوم بشهر رمضان المبارك، فلما الأم أو الأب بيشرحوا لابنهم فوائد الصيام، ليش نحن منصوم، شو الأجر يلي رح ناخده من هذا الصيام، الفوائد الصحية والجسدية للصيام، بالتالي الابن رح يصير عنده قناعة كافية أنه أنا يفترض أن يصوم. وكمان الاستراتيجية الثانية اللي هي الترغيب والمكافأة،
يعني أنا ممكن إذا كانوا أبنائي بعمر صغير فأني أحفزهم على الأعمال الخيرة، على الصيام، على الصدقة مثلا، على التعامل مع الآخرين بمحبة وود، وكافئهم أنه أنت لأنك عملت هذا الفعل الإيجابي فأني رح كافئك بهي الهدية مثلا. والاستراتيجية الثالثة اللي هي الإقناع، الإقناع إن كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لأنه كلنا بنعرف الأطفال بالمراحل العمرية الأولى من عمرهم بيكون عندهم القدوة الأساسية والمثال الأعلى هن الأم والأب. فلما الإبن اليوم بشوف أمه أو أبوه صادقين بأفعالهم، بمحبتهم، بكلامهم، وبالتالي هذا الإبن حتما ما رح يكون عنده كذب ولا رح يعرف شو يعني الكذب، بالعكس رح يتعامل مع الآخرين بكل صدق وبكل محبة. ليش؟ لأنه هو ببرمجة عقله الباطن متأكد 100% أنه ماما وبابا هن الصح وأنا عم أتصرف مثلهم وبالتالي ما عم أغلط. أما الاستراتيجية الرابعة اللي هي آخر شيء نحن بننصح فيه يلي هي ممكن العصبية نوعا ما أو أسلوب التهديد، يعني نحن اتبعنا كل هدول الاستراتيجيات اللي ذكرناهم وما لقينا نتيجة، فرضا ابني عنيد كتير ما نفع معه لا الحوار لا الترغيب لا المكافأة، فأنا ممكن ألجأ لأسلوب التهديد أو العصبية بتعاملي معه كرمال فهمه أن أنا بدي عاقبك اليوم لأنك عملت هذا الفعل السلبي، أنا بدي عاقبك اليوم لأنك كذبت. اشرح له ووضح له الفكرة الكافية لحتى هو يعرف الصح من الخطأ، وطبعا هاي الأمور كلها رح تنعكس على الأسرة كبداية صحيح. رح تولد محبة بين الأخوة وبالتالي رح تنعكس حتما على المجتمع. ومثل ما قلتي أستاذي ولاء، هاد القيم الأخلاقية أثار كتير مهمة بداية على الأسرة على الأهل وعلى الأخوة وبعدين على المجتمع، والعكس صح صحيح. اليوم البذرة الغير سليمة كمان رح يكون أثاره جدا سلبي. ما بين السلبية والإيجابية خلينا نحكي عن التأثير على الأسرة بداية وعلى المجتمع. هلا بالبداية لما الابن يكون متربي ضمن عائلة سليمة، ضمن بيئة إيجابية، ضمن بيئة مناسبة بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن الخناق، بعيدة عن خلافات ما بين الأم والأب، لأنه هاي الأمور كتير بتترك أثر سلبي نفسي عند هدول الأبناء. بالتالي لما يكون هذا الإبن متربي ببيئة إيجابية بأخلاق عالية، هذا الشيء أولا رح ينعكس على تعامله مع أخواته صحيح. على تصرفاته بين أخواته، والعكس صحيح. لما يكون في مشاكل، في خلافات، في نزاعات ما بين الأم والأب، بالتالي هذا الطفل رح يصير عنده ردة فعل سلبية، ردة فعل نفسية ممكن تولد غيرة سلبية ما بين الأخوات ضمن العائلة الواحدة. وبالتالي حتما هي الأمر إن كان سلبي أو إيجابي رح ينعكس على المجتمع، لأنه الأخلاق رح تظهر بتصرفات هذا الإبن، الأخلاق رح تظهر بسلوكياته، بتعامله مع الآخرين، بكافة علاقاته إن كان بين أخواته، إن كان ضمن المدرسة، وحتى مستقبلا رح تكون هي الأمور تراكمية، رح تظهر بعلاقاته المهنية وكمان بعلاقاته الاجتماعية. فالبيئة الإيجابية الصحيحة، التربية السليمة، الأخلاق العالية هي أساس بناء المجتمع. كل ما كان في عنا أفراد ضمن المجتمع مثقفين واعيين بيتعاملوا مع الأمور بكل إيجابية بكل تفاؤل، بالتالي نحن رح نؤدي لزيادة نمو الوعي الاجتماعي صحيح. وكمان لأنه من هون بنستنتج أنه الأخلاق هي الأساس ببناء المجتمع وتطور هذا المجتمع ككل. طيب خلينا نعطي أمثلة لكلام حضرتك للقيام بشهر رمضان المبارك، شو فيكي تخبرينا؟ إن شاء الله يا رب رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع. هلأ أهم الأمثلة اللي ممكن نعطيها خلال شهر رمضان، فرضا الأطفال بعمر مبكر، فالطفل بشوف أمه وأبوه عم يصوموا، ممكن الغيرة الإيجابية، ممكن هو من حبه لأمه وأبوه يقلهم أنه هو بده يصوم. طبعا هون الأم والأب هن أدرى بعمر هذا الطفل، ممكن يصوم لفترة الظهر أو لفترة العصر حسب العمر لهذا الطفل. المثال الثاني مثلا الصدقة اللي هي كتير أمر ضروري بكافة الأشهر مو بس بشهر رمضان المبارك، لكن ليش نحن منركز على الروحانيات بهذا الشهر؟ لأنه ربنا اختاره وكرمه عن باقي الأشهر. فمثلا الصدقة على سبيل المثال، أنا بدي أتصدق أعطي مثلا مبلغ من المال أو حتى بصحن من الطعام، فأنا خلي ابني أعطي هاي الصدقة لابني وقال له ماما روح أنت أعطي الصدقة لفلان، أو روح أنت ودي صحن هالأكل مثلا لجارتنا. وهون بشرح له لابني وبوضح له شو مفهوم الصدقة وليش نحن عم نتصدق. يعني هي عطينا مثالين ضمن هذا الشهر ومثالين كتير قراب للمجتمع.
كمان المثال الثالث مثلا، انا لما بكون محبه لابنائي، انا لما بكون بتعامل مع ابنائي بروح حلوه. بالصبر، الصبر اللي هو اهم العبادات بشهر رمضان، لما الام تعلم ابنائها الصبر وبالتالي رح يكبر هذا الطفل ورح تترجم هاي الاخلاق كلها، ان كان صبر او صدقه او صيام او محبه او كل هاي الاخلاق رح تترجم وتبقى معه، تنعكس معه، لانه الام والاب هن مرايه للابناء، فبالتالي مثل ما زرعوا الاهل، مثل ما غرسوا بابنائهم هي القيم رح يحصدوها مستقبلا. ورح تكون هي بالنهايه خلينا نقول امانه ايضا لابنائهم، يعني بالسلبي والايجابي. اليوم الاطفال صار في شويه خلينا نقول بسبب الضغوط، تغيير الاوضاع، الاوضاع اللي مرقت على سوريا، يمكن ما بقى عشنا رمضان بالاجواء الصحيحه اللي كنا نحن متعودين عليها، يعني الامانه اليوم الجيل ظلم، يعني وعي، ما بيعرف شو يعني مسحراتي، ما بيعرف شو يعني مدفع رمضان، ما بيعرف هدول التقاليد اللي نحن عشناها وكنا كثير نستمتع فيها، ان كنا ننتظر رمضان صحيح. كرمال هدول الطقوس. قد ايه المهم اليوم نحن نرجع بذاكره الاطفال نحكي لهم عن بيت الجدو، كيف كنا نجتمع، كيف كنا بهذا الشهر يصير صلاح، القصص القرانيه القديمه، قد ايه مهم نركز على هدول القصص اللي هلا مفقودين للاسف. ومن هون بتجي أهمية شهر رمضان، أنه بتلاقي توطيد للعلاقات الاجتماعية وكمان توطيد لصلة الرحم، يعني كلنا خلال هذا الشهر الكريم ممكن نعمل عزيمة أو نحن ننعزم عند الأقارب، عند الأهل وعند الأحباب. فخلال هذا الشهر الكريم أنا بدي أوضح لابني، ونحن ما شاء الله يعني عم نتعامل مع جيل كتير ذكي صحيح. جيل أوعى من عمره، ممكن نحط له مسلسل قديم كان فيه نعرض لمسحراتي، كان فيه نعرض انه لما ينضرب المدفع الناس بتفطر، ممكن نحط له مسلسل قديم يحضر وانا اشرح له صح. هون بنرجع للنقطه الاساسيه هي التوضيح والشرح، فانا بس وضحت الفكره لابني. ممكن كمان فوانيس رمضان ما شاء الله عنكم مثل الزينه اللي مزينينها، انه هذا الطقس خاص برمضان. لمسحراتي هلا في ببعض الاحياء ضمن مدينه دمشق احياء قليله لسه لليوم بمر فيها لمسحراتي، ممكن خليه يحضر مسرحيه مثلا بتجسد او بتوطد الفكره الكافيه لطبيعه واجواء وطقوس رمضان، يعني مثل التقرير اللي عرضته قبل شوي ضمن القناة الفانوس الصحي. إذا ابني حضر هذا التقرير يعرف أنه هذا الفانوس قديم وهذا الفانوس هو له علاقة بشهر رمضان، هو طقس من طقوس رمضان. وكمان ما شاء الله عنكم بإطلالاتكم ضمن العبايات خلال هذا الشهر، فكمان هو طقس من طقوس رمضان. وحتى الناعم، يعني نحن ضمن الشوارع والأحياء منلاحظ الناعم تمرير جلام معروس المعروف كل هدول القصص. فالأطفال كثير أذكياء بطريقة أو بأخرى، بإقناع مباشر بإقناع غير مباشر لنقدر نشرح لهم هاي القصص كلها. طيب أستاذة ولا، كمان لما نقول شهر رمضان المبارك، يعني نحن نحكي عن شهر الصدقة والإنفاق، اليوم دي مهم نعلم أطفالنا فعل الخير، عمل الخير، يساعدوا أي شخص محتاج ولو بالكلام ولو شيء معنوي ولو شيء مادي بسيط. قديش هذا الشيء ممكن يأثر إيجابا على الأطفال؟ هلا سؤالك الأمانة كتير حلو وكتير مهم، لأنه مفهوم الصدقة للأسف بعض الناس بتفكر أنه الصدقة بس تقتصر على الأغنياء طبعا. لا، هي الصدقة لكافة الناس، للفقير قبل الغني. وفي عنا كتير أنواع للصدقة، يعني مو شرط التصدق بالمال، لا، في عنا الصدقة بالكلمة الطيبة، في عنا الصدقة بجبر الخاطر، في عنا الصدقة بمساعدة الآخرين. يعني فرضا كنت ماشية بالطريق أنا وابني مثلا وشفت مرة كبيرة بالعمر أو رجال مسن بده يقطع الشارع، فأنا بمسك إيد ابني أو بنتي وبخليها هي تخليه يقطع الشارع، وهون بشرح لأنه نحن عم نعمل صدقة اللي هي مساعدة الآخرين. وحتى إبعاد الأذى عن الطريق، يعني مثلا أنا ماشية بالطريق وشفت مثلا ممكن حجرة كبيرة أو قطعة إزاز كبيرة ممكن يجي ولد يتفشكل فيها أو نجرح لا سمح الله، فأنا بدي أشرح لأبني إنه ماما نحن لازم نشيلها ونحطها على جنب، نحن عم نعمل إماطة الأذى عن الطريق. مفهوم الصدقة يفترض بالسنوات العمرية الأولى من عمر الأبناء نعزز هي القيمة عندهم ونحثهم عليها بكل الطرق، بكافة الوسائل لازم نعزز الصدقة عندهم، لأنه مثل ما ذكرتي هي الصدقة وهذا الفعل الإيجابي رح يترجم معه كافة فئات عمره وكافة مراحل عمره. طيب اليوم
يعني اليوم في نشاطات للأمانة جدا مهمة، يعني يمكن ما كانت كتير بالأيام الماضية، عم تكون تعودية للجيل الجديد. عم نشوف اليوم الجمعيات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية الخيرية اليوم عم تعنى بثقافة التطوع. اليوم عم نشوف مطابخ منتشرة بكل المحافظات السورية عم تقدم وجبة الإفطار للناس الأكثر حاجة. قديه اليوم نحن مهم نعرف أطفالنا على هي الثقافة، ثقافة التطوع، الإحساس بالآخر، إشراكهم. اليوم التطوع مفتوح للجميع، يعني اليوم تلاقيهم بالحدائق بالأماكن العامة، وفيك بأي سهولة تتقدمي أنت وطفلك تقوليلهم حابي اليوم أنا أشارككم بصناعة هذا الإفطار. قديه اليوم مهم النشاطات للأطفال. أكيد بالبداية بنوجه الشكر والتحية حب وتقدير لكل هالجمعيات اللي عم تساهم بهي الموائد الخيرية، وإن شاء الله الله يأجرهم ويتقبل منا ومنكم ومن جميع الصيام والقيام. هون بنرجع لمفهوم التربية. أنا لما بربي ابني أنه لازم تساعد الآخرين، لازم تحب الآخرين، لازم تتمنى للناس مثل ما بتتمنى لحالك، فهون رح تكون الصورة بشكل أسهل حتى علي أنا كأم من أني وصلها لابني بالطريقة الصح. مثل ما تفضلتي بأغلب الأحياء أو بأغلب المحافظات السورية عم يكون في خيمات رمضانية. أنا فيني أخذ ابني وروح أنا وابني على هي الخيمة وأخذ معي أي نوع مساعدة. ممكن ساعدهم بفعلي، إني ساعدهم مثلا بالطبخ، بالتحضير، بالتقطيع، ممكن أعطيهم مبلغ من المال، ممكن يعني أي شيء أنا قادرة عليه ضمن إمكانياتي، ضمن ظروفي المادية، ضمن ظروفي الاقتصادية. يعني أسوأ ما هنالك إنه ممكن ساعدهم بأنه أنا أطبخ معكم، أقطع معكم، وخلي ابني كمان يعمل هذا الشيء في حال أنا ممكن على الأرض أفضل وقت اللي بيكون هو بإيده أو أفضل بيكون في حال أنا مقتدرة وحالتي المادية بتساعدني على هذا الشيء، فأنا بعطي هذا المبلغ لابني وبقول له ماما هي الخيمة الرمضانية، هن عم يطبخوا ويعملوا أكل للناس اللي ما قدرت اليوم أنه تعمل أكل. وهون بنرجع للشيء اللي حكيناه بأول لقائنا اللي هو الشكر والامتنان، إن كان للناس وإن كان لرب العالمين. من هون بيجي مفهوم الشكر والامتنان، إنه نحن نتشكر هدول الناس، إنه نحن نتشكر رب العالمين إنه الحمد لله على نعمه الكثيرة إنه نحن قادرين. كمان حابة نوه على نقطة كتير مهمة للأسف اللي كتير منتشرة مجتمعنا، مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي عم تشغل حيز كبير من حياتنا ومن اهتمامنا. يعني اليوم الناس أغلب الوقت هي على التليفونات بكافة الفئات العمرية، فبتمنى من ستات البيوت، من ربات المنزل، في حال انت قادرة انه تطبخي صنف واثنين وثلاثة وتكون مائدتك غنية بالمأكولات وبالأنواع الأطعمة المختلفة، الله يعطيك ألف عافية وإن شاء الله ألف هنا. بس بتمنى منكم ما تنزلوا هاي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد. ممكن يكون في أطفال تشوف هاي الصورة وأهلهم ما قدرتهم المادية أنه يأمنوا لهم هاي الاحتياجات. فاليوم الموضوع الوسائل التواصل الاجتماعي كتير عم يشغل الأبناء قبل الأهل. طيب اليوم كلنا بنعرف استاذة ولاء انه الامهات والاباء هنون صورة عن اطفالهم رح يكونوا مثلهم بالمستقبل بتصرفاتهم بسلوكياتهم، هنون رح يتطبعوا فيهم. ولكن اليوم بتشوفي نسبة من الاهالي بيجبروا اطفالهم على الصيام بعمر صغير وهن ما بيصوموا، الاهل ما بيصوموا. طب قديش هذا الشيء غلط؟ يعني حبنا ننشئ جيل سوي وسليم نفسيا واجتماعيا، بدنا اولادنا يصيروا احسن منا، قديش هذا الشيء غلط؟ لازم يكون نابع من العائلة بداية كرمال الطفل يتقلد فيهم. هذا أكبر خطأ. يعني اليوم الأب فرضا أو الأم ما بتصوم، ده تجبر ابنه أنه يصوم، حتما ما رح يتقبل هذا الموضوع ولا رح يقدر يعرف شو معنات الصيام أو شو آثار الصيام. لما الأب والأم بيكونوا بيصوموا فباللاوعي هذا الطفل رح يتبرمج على البرمجة الإيجابية أنه بهذا الشهر لازم نصوم. أسلوب التعصيب أو الإجبار هذا آخر أسلوب ممكن نلجأ له، لأنه له آثار نفسية كبيرة إن كان حالية وإن كان حتى على فترات بعيدة المدى. فالآثار النفسية الحالية ممكن الطفل يصير عنده عناد أكثر، ممكن الطفل يحب العزلة، يحب الانطوائية، يبعد عن الآخرين. يعني لو مثلا أجوا لعندي قرايبيني أو جارتي يصير عنده عزلة وانطوائية وعدوانية. أما الآثار النفسية البعيدة المدى فممكن تؤدي لاضطرابات نفسية كثيرة، ممكن تؤدي لفوبيا اجتماعية، وممكن هدول الاضطرابات تتحول لأمراض نفسية لا سمح الله مثل الاكتئاب والاكتئاب الحاد والوسواس القهري. انه انا بدي صوم بس لانه ماما او بابا اجبروني على الصيام. لا، انا بحط ابني بشرح له عن شهر رمضان، بوضح له الفكره شو اثار الصيام وشو ايجابيات الصيام لحتى هو يقتنع.
فأسلوب الإقناع المباشر والغير مباشر هو كتير ضروري وكتير أساسي إنه نربي أبنائنا عليه. كل شيء بالحب اليوم نحن قادرين نتقبله أكثر، قادرين نتعلق فيه أكثر. اليوم القصة ما فيها إكراه أكيد، إن كان بموضوع الصوم وإن كان بتعليم القيم الأخلاقي. اليوم هدول الأطفال هنن أمانة عنا بالنهاية يعني، وهنن ثمرة رح ترجع لنا فيما بعد، فأكيد هاي الأمانة مفروض نحن نأديها على أكمل وجه مثل ما بيقولوا. نتشكر حضورك لليوم، رمضان كريم عليك، إن شاء الله هيك فطوركم اليوم يكون ظريف. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا فيكم، نورتينا أستاذة ولا، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا. ومشاهدينا مكملين مشوارنا الصباحي معكم، ورح ننتقل لتانية تقارير صباحنا غير لليوم. وخلال العام الماضي قدم مشفى العيون الجراحي بحمص 45 ألف خدمة مجانية، منها أكثر من 3000 عملية جراحية نوعية للمرضى من مختلف مناطق المحافظة والمحافظات الثانية. ومع حلول شهر رمضان المبارك قدم المشفى بالتعاون مع شركة ميديكو للصناعات الدوائية مبادرة مجانية بتتضمن فحص جميع المرضى وأكيد توزيع عينات طبية مجانية لهم. أكيد منتابع تفاصيل أكثر مشاهدينا بالمادة التالية وراجعين. خلال العام الماضي قدم مشفى العيون الجراحي في حمص 45 ألف خدمة مجانية، منها أكثر من 3000 عملية جراحية نوعية للمرضى من مختلف مناطق المحافظة والمحافظات الأخرى. ومع حلول شهر رمضان المبارك يقدم المشفى بالتعاون مع شركة ميديكو للصناعات الدوائية مبادرة مجانية تتضمن فحص جميع المرضى وتوزيع عينات طبية مجانية لهم. في عنا أقسام المشفى حقيقة، في عنا أقسام هي أولا هي العيادات، في عنا 3 عيادات مجهزة بأحدث أنواع الأجهزة للفحص المبدئي، وعنا كمان أجهزة بداية القدرة البصرية نعرف قديش عم يشوف المريض قبل ما نعمل أي شيء، ثم بيفحصوا مجموعة من الأطباء بالعيادات حسب كل دور، في عيادة أولى تانية تالتة، فإما بيحولوا على البصريات ليشوفوا حالته أنه تستدعي نظارة أو لا، أو وصفي مثلا بيمشوا له أنه أموره وصفي دواء يعني، أو بحاجة بقى فرز. الفرز لأقسام، مثلا المريض بيحول لقسم الشبكي والليزر بحاجة، مريض بده عملية، جزء من المسؤولية المجتمعية والمسؤولية للشركة لدعم الواقع الصحي في محافظة حمص. بالتعاون مع مديرية الصحة ومشفى العيون مشفى الحارس في مدينة حمص، طبعا هاي المبادرة راح تستمر لمدة شهرين. نحن راح نكون موجودين يومين بالأسبوع الأحد والأربعاء من كل أسبوع، راح نقدم الأدوية القطرات العينية والمراهم العينية الموصوفة من قبل الأطباء مجانا لزوار مشفى الحارس. المبادرة لاقت ترحيبا من قبل المرضى الذين يحصلون على التشخيص وال العلاج اللازم إلى جانب توفير القطرة العينية مجانا. جاي والله أنفحص ضغط عيني وأخذ دواء من المشفى مجانا. نشكر الشركة اللي عم توزع الدواء للمشفى مجانا. والله سمعت عن شركة ميديكو فعرفت أنه بيعطوا الدواء مجاني، ورحت أجيت فحصت عيوني وأنا وجاي فوصفوا لي الدواء وعطوني الدواء مجاني، وعن جد شكرا كتير إلون على المبادرة الحلوة أنه خصوصا شهر رمضان. مبادرة إنسانية قيمة في شهر الخير والبركة تؤمن للمرضى بالإضافة إلى التشخيص المجاني كذلك الأدوية للتخفيف عنهم عبء شرائها في هذه الظروف المادية الصعبة. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من مشفى العيون الجراحي في حمص. ووصلنا لنهاية صباحنا لليوم، وحنروح لنحكي عن طقوس رمضان بين الماضي والحاضر. واليوم خلال حلقتنا حكينا عن أهم القيم الأخلاقية اللي نحن مفروض نعطيها لأبنائنا ضمن الشهر الكريم. حكينا ضمن تقريرنا عن الفانوس اللي هو رمز من رموز رمضان، العباية المسحراتي والحكواتي، الجيران وجمعة الإفطار، كلهم هدول من العادات اللي نحن تربينا عليها بالماضي. اليوم رح نستذكرها سواء ضمن آخر فقراتنا لليوم يا هايدي. أكيد يا رشا، ذكرتي هي العادات صحيح قديمة، بس السوريين لسه محافظين على هي العادات والطقوس وعم يتوارثوها أكثر من جيل لجيل، على الرغم أنه ممكن تختلف هي العادات من بلد للتاني أو من محافظة للتانية، ولكن الفرحة والبهجة بشهر رمضان بأيامه المباركة هي الأساس بين الكل. رح نحكي تفاصيل أكثر مشاهدينا عن الموضوع، وبسعدنا أنه يكون معنا لليوم الأستاذ
الأستاذ مخلص المحمود، صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخير، كل عام وسوريا وأهل بلد خير، وكل عام فضائية الإخبارية بخير، أسرة برنامج صباحنا خير كمان، كل عام وانتم بخير. وانتي بألف خير، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك. أهلا وسهلا أستاذ. اليوم بالذاكرة في قصص كتير، في حكايات نقول الله الله يرحم هديك الأيام قديش كنا مبسوطين، يعني هاي كل حدا بيقولها يعني. نعم. إذا بنرجع من خلال ذاكرتك للأيام اللي بتسبق الشهر الكريم، كنا نحضر اليوم، كنا نكتب أحيانا يعني شو بدنا نعمل أكلات برمضان، مين ما نزور، مين منا نعزم، وين بدنا ننعزم. اليوم شو أهم الطقوس اللي بتسبق الشهر الكريم؟ هلأ اللي عم يشوفونا ويسمعونا بدهم يعزرونا، يعني بدنا نحكي فصيح على عامي على شامي، لأنه موضوعنا خد راحتك أستاذ، موضوعنا لأنه تراثي على شعبي على قديم على إلى آخره. هلأ شهر رمضان هو شهر الله، هو شهر معظم طبعا، كل سنة بيزورنا بكل الفصول أكيد. قبل رمضان مثلا بأسبوع بيصير في تحضيرات لرمضان، وهذا الكلام قديم حديث يعني، المعاصر كان ممكن هيك كمان، لكن كان في 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 عادات يمكن انقرضت، يمكن تطورت مع الزمن إلى عادات معينة بمواضيع معينة، يمكن التسارع بالتقدم العلوم الى ما هنالك. المهم كان في شيء اسمه تكريزه، عشان ما تقولوا لي انه تكريزه، التكريزه هلا نحن ما بنفوت للحرف الكلمه انه بالعربي كذا ومدري ايش واصلا قبطي واصلا مدري مين. المهم معناها السيره، كانوا قبل اهلنا كانوا بكل سوريا على فكره، ان كان على الفرات بالشمال الغربي والشرقي لسوريا، أو إن كان بالشمال أو كان بجنوب سوريا، التكريزة مو بس بدمشق، السيران موجود، التكريزة السيران موجود. طبعا بتقصدوا أهلنا يأكلوا أكلات مالحة، صح، إفطار يأكلوا أكلات مالحة مثلا مثل المقالي، بيشربوا طبعا نرجيلة، بيلعبوا منقلة ضومة إلى آخره، ما الألعاب القديمة كذا. هلا هون في دمشق في ميزة أفضل من الميزة المحافظات الثانية والمدن الثانية، هذه الميزة إنه كيفما اتجه ابن دمشق يجد مكان للسيران. أيوة. يعني مثلا بالصالحية بساتين الصالحية، مثلا بالشاغور بساتين كفر سوسة بساتين الشاغور، مثلا مثلا بدمر دمر ما هي مصيف، مثلا بالعمارة بدقيتين بصير بالجزيرة بساحة المرجة يعني هني كل كذا، مثلا مثلا الميدان مثلا كله هاي الميدان الحصى والكذا كله بلسطين وكله مدري مين. اذا والمسافة بعيدة، اذا حبوا يروحوا على مسافة بعيدة اهلنا، صحيح، يعني هي الربوي مثلا باختصار شديد، بيروحوا بالعربي او مشي على الاقدام وهكذا. تمام. طيب بالنسبة لليوم الاول بشهر رمضان ممكن يكون له طقوس خاصة؟ خلينا نوضح اكثر استاذ. هلا طبعا رمضان اول يوم كيف تكون اول يوم؟ طبعا في معايدات، اول شيء معايدات بالشارع بالحاره بالبيوت على المجتمع، العزايم ولمه العيد. هلا هلا هذا الموضوع موضوع الافطار، تمام، معروف يعني شبه مؤكد انه كبير العيله لازم الافطار يكون عنده اول يوم. لسه موجوده هي العاده؟ موجوده موجوده، لكن على نطاقات ضيقه بعد المسافات والى ما هنالك والظروف العامه للبلاد والعباد الى اخره. هلا كان كبير العيله امر طبيعي انه يفطروا عنده اول يوم، اذا كانوا ساكنين بحاره قريبه او ثانيه او ثالثه. هلا لمه العيله هي تحصيل حصل بقلب البيت الواحد في اكثر من عيله، يعني بأكثر من 20 شخص بنفس البيت، وبالتالي أمر طبيعي يفطروا سوا. هن بالأيام الإفطار بيأكلوا سوا كيف برمضان؟ صحيح، يمكن هي أحلى شيء برمضان. أكيد هاللمة. أكيد اللمة، أكيد اللمة تساوي المحبة، تساوي القلب، تساوي الإنسانية، تساوي بتروح إلى أبعد تكافل اجتماعي، بتروح إلى مواضيع أخلاقية، مواضيع كذا كذا إلى ما هنالك. على كل الأحوال وضمن هاي اللمة بيصير في سهرات كمان،
يعني ضمن هاي اللمة وهالجمعة بصير في سهرات، بصير في حزازير، يعني خلينا نقول شوي بالفصحى تضيع الوقت بشيء مفيد. في حزازير، في حلويات غير مكلفة وصناعة منزلية. حطي لي 1000 خط أحمر على غير مكلفة. يعني شغل البيت. ليش؟ لأنه ربات البيوت وأهل البيوت قبل رمضان هن ميبسين كوسة وميبسين باذنجان وميبسين بامي ومقورمين اللحمة. اللحمة كلمة قورمة الكلمة تركيب تعني نص القلي، نص السلق، نص الكذا، يعني دهنة ولحمة موجودة موجودة. وهون في ملاحظة كتير دقيقة وكتير هامة وكتير كانت موجودة وبشكل صارخ، موضوع الدعم والمساندة والإيسار والإحسان. كل حدا بالحارة بيعرف مين بالحارة، عائلات مستورة أو فقيرة، كان يرسل قبل رمضان بكم يوم يرسل لهاي العائلة الطحين والرز والبرغل والسمن والإلى ما هنالك حاجتها، بدون أن يعرف أنه هو اللي بعت اللي عم يوصل بيقول لهم الرزاق الله. نحن طبعا وعينا هذا آخر هذا الكلام، فاعل خير رزاق الله، اللي رزقنا رزقكم، ادعوا للي بعتلكم. صحيح. يلا يا أختي يلا كذا، يفتوا كذا إلى ما هنالك. إذن هذا قمة التعاون والتكافل الاجتماعي. كل حارة هيك، والبلد مجموعة من العائلات والحارات، إذن البلد كلها عم تعين بعضها، كلها عم تتعاون، كلها إلى آخر. وإذا بدكم في يعني في عنا أدلة نحن ملموسة عن العطاء في رمضان بشكل خاص. مثلا مثلا الشيخ محمد عطى الكسم مفتي سوريا من 18 ل 38 لوفاته، ومعروف عنه كان ضد جمال باشا السفاح، ضد العثمانيين وضد الاحتلال الفرنسي. له كلام كتير حلو: يا أهل الشام، وقت يطلع على المنبر برمضان بعد ما يحمد الله ويثني عليه واوا إلى ما هنالك، هاي التفاصيل بدها اختصاصيين، يقول: يا أهل الشام، هاي منقولة عنه: يا أهل الشام، جاءت البشرى بالصيام، العطاء قبل السجود والقيام، يا أهل الشام. تمام. إذن وغيره، مثلا الشيخ المحدث الأكبر، نحن وقت نقول دمشق يعني نقصد سوريا، نقصد كونها هي حاضرة الدنيا وعاصمة العواصم. مثلا الشيخ المحدث الأكبر بدر الدين الحسني رحمه الله اللي توفى بال 35، المحدث الأكبر كان له كلام يقول: والله لو علم الناس قيمة رمضان عند الله وأجر الخير فيه لسهروا الليالي بحثا عن صاحب حاجة ليقضوها له. إذن الموضوع رمضان هو غذاء للروح، مو بس منفعة جسدية، ورح نحكي شوي كمان بالعام، يعني غذاء للروح يعني قلب وعاطفة ومدري مين وحنية ودعم ومساندة. إذا نحن تخلينا عن هذا القلب، يعني فهمكم كفاية إنسانية الإنسان بهذه المنطقة. أكيد. نعم. طيب أستاذ، اليوم أيضا مثل ما ذكرت فوائد روحانية جسدية أخلاقية اليوم. كان في طقوس بالاكل حتى، يعني اليوم بجوز اغلب الناس بتروح لاكلات اللبن، انه مفروض قال اول نهار برمضان يكون الاكله لبن. وكمان ما فينا ننسى اليوم سكبه الجيران، يعني هي كانت من اهم العادات، للاسف اليوم خفت، مو لانه الناس تغيرت، بسبب للاسف الظروف الاقتصاديه اللي عم تمر فيها الناس. يعني هلا هو السكبه هي يعني كإطلالة من بعيد عليهم يطلع على السكبة إنه تبادل الطعام بين الجيران، هي الحقيقة مو هيك، هي موضوع أخلاقي. صحيح. قبل ما يكون موضوع مادي، موضوع معنوي. يعني مثلا ورح نحكيها بالألم نشرحها ببساطة أحمدي، نحن بدون ما ندرس أولادنا على التعاون ومحبة الله أوصب سابع الجار، من خلال السكبة هو بيتعلم التعاون. صحيح. ومحبة الجار والاحترام للكبير وتوقير الصغير وإلى ما هنالك، هي القائمة اللي نحن بنسميها كمصطلح التكافل الاجتماعي. أما هن نحن
نحن قدوة صغارنا بدون ما نحن نحطهم ونقول له هذا حرام الكذب وحرام مدري مين وبدك تصدق وانت لازم نميمة ولازم مدري مين. من خلال السكبة منوصل نحن رسائل روحانية لأبنائنا، لأنه هن اللي عم يتولوا نقل الصحون قبل الإفطار 3-4 دقائق، هن عم يتولوا الموضوع، هن عم يفهموا المحبة بشكل الحقيقي، عم يفهموا التعاون بشكله الحقيقي، عم يفهموا انه انا اللي لازم انا اكل من هذا الصحن، الاكله الطيبه لازم جاري ياكل منه وهكذا. نعم. طيب خلينا نحكي عن المسحراتي، كان من اهم الاشخاص الموجودين بشهر رمضان، اليوم وين صار هذا التقليد؟ وقت منقول رمضان يعني مسحراتي؟ اكيد. يعني هذا الكلام صحيح تراثي لكنه حقيقي، وحقيقي ماء بالماء. يعني الموضوع بكل سوريا في كان مسحراتي، لانه بكل سوريا بكل مدن وبلدات سوريا في حارات قديمه وفي سكن متجمع بمكان ما بحاجه لمسحراتي، هو مؤقت السحر طبعا قبل التقدم العلمي وما بعرف ايش والمنبه ومدري مين. هلا حتى لو طلعت ساعه المنبه صدقيني وصدقا كان يعني شغلة مفرحة جدا انه الواحد يستغني عن الساعة المنبه كرمال انه المسحر يفيقه. المسحر موضوع، المسحر هو ليست مهنة، احنا يعني شغلتنا هي الشغلة، ما مراجعنا بدها تكون مراجعنا موثوقة بإن كان بالمشاهدة أو عن طريق كبار السن أو عن طريق المخطوطات والكتب اللي ناس سقات. على كل الأحوال باختصار شديد، المسحراتي ليست مهنة، والمسحراتي ليس ابن زوات، مو ابن ملاكين ولا ابن تاجر، هو من عامة الناس ورث هي القضية المسحرات من الابن عن الأب، الأب عن الجد. طبعا قد يجوز صوته مو حلو لكن اداؤه جميل، عنده فكره هو طريقه، يعني يا نائم موحد الدائم يا نائم موحد الله. رمضان تجلى وابتسم، يعني كونه اول يوم يعني في يا ابو فلان بيعرفه، كان ما بيعرفه ما بيعرفه، كان في يا منصور صار السحور كذا الى اخره، يدق على الباب بيعرفه، ما يترك الباب لحتى يقول له ايوه ان شاء الله كل سنه وانت سالم يا ابو قعود، مثلا هذا الاسم حقيقي، مسحر حقيقي رحمه الله، يقول له انت سالم كذا طلع الضوء يا ابو كذا يا ابو فلان كذا وهكذا. حتى تعرفوا من حاراتنا القديمه، مثل حارتنا القديمه مفتوحه على الحارات الثانيه، ما يستخدم الطبله مسحرنا، يستخدم الطبله للاماكن الضيقه. تمام. كنا نشوفهم بلحظه بالمسلسلات. اما الطبل يعلق الطبل كان وهو ضخم رحمه الله، ويحمل كان بايده. هلا في معلومات، في شغلات تجني على المسحر انه متل صح لا 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 ما كان يحط مجدره على اوزي على شاكريه، لا 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 لا، اصلا المسحر يكرم عند الافطار مثله مثل اي حدا، يسكبوا له مثل اي حدا فرصة، ويكرم عند السحور يحطوا له سحور مثل ما ياكلوا العالم بيبعثوا له لبيته لانه ابن الحاره، ويكرم عند العيد وكذا كذا مدري ايش. على كل الاحوال المسحر اول شيء مؤدي جيد، ثاني شيء هو يسحر ممكن كل، طبعا تعبر عن المجتمع الحاره، فيها التاجر وفيها شيخ الجامع وفيها من الاشقياء، حتى من الاشقياء في انا احد المشاهد عملته مشهد عم يفيق حدا من الاشقياء، هو بيعرف هو مين انه يعني في يا محمد خير كذا كذا، بيطلع له محمد خير بيقول له فايق، هو من الاشقياء محمد خير، بيقول له شو شلون همتك السنه، طبعا بنحكي باللهجه الداري همتك، بيقول له والله يا عمي ابو قعود هالسنه بدي صوم وبدي اكل لمتي بالحلال، صار عندي ولايه يا عمي ابو قعود، بيقول له الله يرحم ابوك والله ابوك كان عقيد، ويتبع المسحراتي هذا الكلام
يا إلهي توبتك فرجك وعونتك وانت على عصيب التوب وانت غفار الذنوب. طبعا هو شهر ديني غفار الذنوب الله لا إله إلا الله محمد رب. يعني المسحر كان كمان يملك من الذكاء يتعامل مع الحالة على حسب هذه الحالة، إن كان استخدم عراضة شامية ولا استخدم خبرته من أبوه أو استخدم بعض العبارات المعروفة اصحى يا نايم وحد الدايم أو فيقوا على سحوركم إجا رمضان يزوركم. الأمانة أستاذ هي عادات جدا حلوة ورجعنا عم نسمع صوت المسحرات ببعض المناطق في دمشق وأكيد بالمحافظات السورية. وقبل رمضان بنهار يمكن تم إعلان على صفحات الفيسبوك أنه من 12 سنة لأول مرة رح يرجع مدفع رمضان يضرب في اللاذقية، وكان في تنبيه من الدفاع كرمال أنه من الناس ما تخاف. يعني حلوة نرجع نحن نستذكر هدول الطقوس ونرجع نعرفهم لأطفالنا. بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لك صوم مبارك لإلك ولعائلتك. أهلا وسهلا أستاذ. شكراً لكم ولأسرة صباح نادر وللفضائية الإخبارية ولكل الفنيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قصرت أستاذ، شكرا لك أستاذ. أكيد وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، شكرا لك يا رشا. أكيد شكرا لكل حدا تابعنا بصباحنا غير لليوم، لكل حدا فاق على شغله أو لكل طالب عم يدرس وهو صايم، الله يقبل صيامكم ويقويكم جميعا، وإن شاء الله يا رب دعواتكم كلها مجابة بإذن رب العالمين. بقية نهار حلو لكم، وتقضوه دائما برفقة الأشخاص يلي بتحبون. تبقوا بخير، باي باي. شكرا لك يا هايدي، واكيد بقيت نهار حلو لكم مع الاهل مع الرفقه الحلوه، وان شاء الله هيك يكون افطاركم هني ميسر. اكيد بدنا نشكر بنهايه صباحنا لليوم زهرتي قفطان مجموعه رحال التجاريه اللي قدمت البسه المذيعات خلال الشهر الكريم. العبايات السوريه اللي مثل ما قلنا بالمقدمه هي من اهم الطقوس الرمضانيه، فكيف اذا كانت ببصمه سوريه. كل الشكر لكم، كونوا بخير. Bye-bye.